السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم أبنائي الأعزاء في حصة جديدة من حصص النشاط العلمي بعنوان مشروع صنع دارة كهربائية بسيطة. قبل الشروع في هذه الحصة لابد من التذكير بأهم ما درسناه في الحصة الماضية. قلنا على أن المواد التي توصل التيار الكهربائي مثل الحديد والنحاس بماذا تسمى؟ نعم أحسنتم، تسمى بالموصلات الكهربائية. نعم، وقلنا المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل الخشب والزجاج والبلاستيك والورق فهي نعم تسمى بالعوازل الكهربائية لأنها لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. نمر الآن إلى حصة اليوم والذي من خلالها سنتطرق إلى صنع دارة كهربائية بسيطة، فما هي اللوازم التي سنحتاجها في هذا المشروع؟ إذا أبنائي الأعزاء سنحتاج إلى عمود، وكما تعرفنا على دوره في الحصة الماضية فهو تزويد الدارة الكهربائية بالكهرباء، فهو مولد للطاقة الكهربائية. سنحتاج كذلك إلى أسلاك الربط، وقلنا أسلاك الربط دورها هو توصيل الكهرباء نعم من العمود إلى المصباح. نعم، وكذلك سنحتاج إلى قاطع التيار ودوره هو التحكم في فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. سنحتاج كذلك إلى المصباح وهو مستقبل للتيار الكهربائي، وسنحتاج إلى الغمد وهو الذي نركب فيه المصباح أو ما يسمى بحامل المصباح. إذا وضعته في التجربة كذلك. إذا نقوم أبنائي الأعزاء في البداية بتثبيت قاطع التيار بأسلاك الربط، ونقوم بربط وإيصال أحد الأسلاك بقطب العمود. سنقوم كذلك بتثبيت أسلاك الربط بمربطي المصباح، أحدهما في عقب المصباح والآخر على عقب المصباح. نقوم بإيصال أحد الأسلاك بقاطع التيار والسلك الآخر بالقطب الثاني للعمود. إذا أبنائي الأعزاء كما تلاحظون سأفتح الدارة الكهربائية، سأغلق الدارة الكهربائية. الدارة الكهربائية الآن مفتوحة، إذا المصباح لا يتوهج. سأقوم بغلق الدارة الكهربائية، سأغلق الدارة الكهربائية، فماذا تلاحظون؟ نعم أحسنتم، توهج المصباح. إذا سأقوم الآن بفتح الدارة الكهربائية، ماذا تلاحظون؟ نعم انطفأ المصباح. إذا كما تلاحظون أبنائي الأعزاء العنصر الذي يتحكم في فتح وإغلاق الدارة الكهربائية هذا إغلاق وهذا فتح، إغلاق فتح. إذا العنصر الذي يتحكم في إغلاق وفتح الدارة الكهربائية هو قاطع التيار. إذا كان قاطع التيار مفتوح هنا دبل في هذه الحالة قاطع التيار مفتوح، إذا كان قاطع التيار مفتوح المصباح لا يتوهج، وإذا كان قاطع التيار مغلق بهذا الشكل المصباح، نلاحظ المصباح يتوهج. إذا قاطع التيار مغلق وبالتالي يسمح بمرور التيار الكهربائي، قاطع التيار مفتوح وبالتالي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. جيد، إذا نعيد اللوازم التي أحتاجها لصنع دارة كهربائية هي العمود، أسلاك الربط، قاطع التيار، المصباح والغمد. نكتب أول شيء المصباح، العمود، أسلاك الربط، وماذا كذلك أبنائي؟ نعم أحسنتم، قاطع التيار، وماذا كذلك؟ نعم الغمد. إذا قلنا المصباح
مستقبل للتيار الكهربائي، العمود مولد للتيار الكهربائي، مولد للكهرباء، أسلاك الربط لوصل أو لإيصال الكهرباء من العمود إلى المصباح، قاطع التيار وهو الذي يتحكم في الدارة الكهربائية بغلق وفتح الدارة الكهربائية إذا كانت الدارة الكهربائية مفتوحة، فالتيار الكهربائي لا يمر، إذن المصباح لا يتوهج، وإذا قمنا بغلق قطع التيار فالمصباح يتوهج. الغمض قلنا هو حامل المصباح، وهذا الشكل هذا حامل المصباح، هذا ما يسمى بالغمض. إذا نمر أبنائي الأعزاء إلى التمرين الثاني. أضع تصميما لمشروعي، أتم رسم الدارة الكهربائية بإضافة الماسك لغلقها وفتحها. كما تلاحظون هذا التركيب، قمنا بوضع العمود، أسلك الربط، الغمض المصباح وحامل المصباح الغمض. هنا الدارة الكهربائية تحتاج إلى ماذا؟ نعم، هنا عنصر ناقص. ما هو هذا العنصر؟ نعم، إنه قاطع التيار، إنه قاطع التيار. إذن أبنائي الأعزاء سنعوض قاطع التيار بالماسك، سنعوض قاطع التيار بالماسك. إذن هنا الدارة الكهربائية مفتوحة أم مغلقة؟ نعم مفتوحة. إذن ماذا سنفعل؟ سنعوض قاطع التيار بماذا؟ نعم بالماسك، سنعوض قاطع التيار بالماسك، وسنقوم بربط أسلاك الربط بالعمود وأحد السلك الآخر بالماسك. إذن سنعوض قلنا قاطع التيار بالماسك، وسنضع أحد قطبي المصباح كما تلاحظون أبنائي. إذن هنا عندما تكون مفتوحة المصباح لا يتوهج، وعندما تكون مغلقة فالمصباح يتوهج. تجربة، كما لاحظتم أبنائي، إذن مغلق مفتوح لا يتوهج، مغلق يتوهج كما لاحظتم. إذن الماسك أخذ دوره، نعم أحسنتم، دور التيار القاطع التيار، وسنقوم برسم الماسك هنا. إذن إذا وضعنا الماسك على أحد قطبي المصباح فالمصباح يتوهج، إذن يتوهج. سألون المصباح باللون الأصفر. نمر الآن أبنائي إلى التمرين الثالث. أنجز مشروعي، أرتب مراحل تنفيذ مشروعي بكتابة الأرقام من 1 إلى 7 في الخانة المناسبة. بداية سنحتاج إلى العمود، هي المرحلة الأولى، ثم نحتاج إلى ماذا؟ نعم أسلاك الربط كما رأيتم، أسلاك الربط المرحلة الثانية. نقوم بتثبيت أو ما يسمى بالبينيز المرحلة الثالثة. نقوم بتثبيت كذلك الغمض، هنا عوض الغمض بسدادة المرحلة الثالثة. تثبيت أسلاك سلك الربط مع أحد قطبي العمود المرحلة الرابعة، ثم تثبيت القطب الثاني للعمود مع سلك الربط المرحلة الخامسة، هنا المرحلة الرابعة، المرحلة الخامسة، هنا المرحلة السادسة عفوا. إذا تثبت السلك أحد السلكين بمربط بقطبي العمود وبمربط المصباح. والمرحلة السابعة وضع الماسك مكان القاطع التيار في المرحلة الأخيرة. أقوم مشروعي، أجرب الدارة الكهربائية التي شاركت في صنعها، ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. المصباح مفتوحة مغلقة. عندما أضغط على الطرف الحر للماسك كما قمنا بالتجربة، عندما أضغط على الطرف الحر للماسك إذن ماذا نلاحظ؟
نعم المصباح، نعم المصباح يتوهج. إذن تصبح الدار الكهربائية مفتوحة أم مغلقة؟ نعم مغلقة، لأنني أغلقتها من هذا الطرف وأغلقتها من هذا الطرف. إذن تصبح الدار الكهربائية مغلقة، فيضيء، وبالتالي فيضيء المصباح. نعم، وعندما أترك الماسك، أنا كما تركت الماسك، عندما أترك الماسك هنا تصبح الدار الكهربائية كيف؟ نعم مفتوحة. إذن فلا تسمح بمرور التيار الكهربائي، وبالتالي فينطفئ ماذا؟ ينطفئ المصباح. وإلى هنا أبنائي الأعزاء أترككم إلى على أشكركم على حسن تتبعكم. قوموا بهذه التجربة في المنزل، وإلى اللقاء.